جامعة الشارقة وبتوجيه مباشر من سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، تدعم جميع الأنشطة الشعبية التي تعمق الولاء والانتماء لطلاب الجامعة وتكسبهم الثقافة والتراث الحضاري لدولة الإمارات العربية. مهرجان البطائح الرابع يعد حقيقة فرصة للطلبة للتعرف على التراث وعلى الثقافة المجتمعية السائدة في دولة الإمارات العربية، وهذا بحد ذاته يعمق ويزيد المعرفة والوعي بتراث دولة الإمارات العريق على مدار العصور السابقة. فسعدنا في جامعة الشارقة بأن نكون من المشاركين في هذا النسخة الرابعة لمهرجان البطائح.